يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم نبيل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حلوة خالص بوجود حضرتك يا حبيبتي، منورة الشاشة والله. هيك زبط الصوت. الله يسعدك، خليني أقدمك للمشاهدين. هاي يا أخوان أم نبيل اللي قبل هيك طلبت إني أوصل صوتها لأيمن سويد، نفسها تشوفه وتكلمه، صح ولا لا أم نبيل؟ الله يسترك يا حبيبتي. أيوة صح يا حبيبتي. وبعدين صححت لها سورة الفاتحة وكان في عندها أخطاء، فأنا شديت عليها شوي في التصحيح، وحبت تتعلمها صح، لأنها بتحب تعلم القرآن، مظبوط الكلام؟ نعم يا حبيبتي والله. فتعلمتها وبدها تسمعكم إياها بصوتها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربنا يوفقها وتجيبها مية مية، تمام؟ إن شاء الله يا رب. يلا ابدأي وقولي يا رب. يا رب يا رب يا رب. استعيذي بالله. يلا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا أم نبيل، أم نبيل، لا يكون عندك أي نوع من التردد. التردد بيخلي الواحد يخربط في القراءة، انتبهي. أنت يوم بعدين خفتي تقول التين، تجيبي تاء بدال الدال، فعملتي وقف مش صحيح. خليكي مسترسلة مع، خليكي معي، خليكي مسترسلة في ثقة بإذن الله بأنه ربنا حياخذ بيدك وتكوني مية مية، تمام؟ ارجعي مرة ثانية، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتوقفي إلا إذا أنا وقفتك، تمام؟ وعند الطاء فخميها أزياد شوي. يلا. حاضر يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عيدي عيدي عيدي. غيري، انتبهي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام، ممتاز. عندك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الض، هاي واحدة، الضاد الأولى وضحي لي إياها أكثر، أنت جبتيها بس ما أعطيتيها الزمن، ممتاز. وعندك المد، ست حركات. ولا الضال، تمام؟ عيدي لي هاي، يلا. أجيب الآية من أولها؟ لا لا لا، غير المغضوب، من عند غير المغضوب. يلا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مية مية، ممتاز ممتاز ممتاز، بارك الله فيك يا أم نبيل. لو كل الناس زيك بحبوا يتعلموا ويصروا على التعليم زي ما انت عملتي، كان احنا بوضع تاني، بحالة تانية. الحمد لله، الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك. الحمد لله.
ولو الله يخليك، ولو حضرتك كل الناس زي حضرتك يحبوا يعلموا القرآن زي طريقتك فتبقى الناس حاجة تانية. انت دلوقتي قلت لي لحضرتك لان الكلام ده هيوصل لسيدنا الشيخ ايمن سوي. انا والله حطيتها انا اساسا بقدرش اوصل للشيخ ايمن سويد وحطيتها على السوشيال ميديا. اذا ربنا يكتب لك الخير ان شاء الله الكلام ده هيوصل له ان شاء الله. انت خليفته والله خليفه الشيخ ايمن سويد مش لهالدرجه. لا حضرتك كده هو انت عملت زي انت اللي عملت زي حضرته هو عشان خاطر هو نور نور منور لنا الدنيا كلها بالقران واحلى الدنيا كلها بالقران ما شاء الله عليك. واحلى الدنيا كلها بشموس القران ونور القران. الله يكرمه ويصلح له حاله وحالك وحال امين امين يا رب العالمين. الله يسعدك الله يسعدك. كملي لي يلا ابدأي سورة ولا خلاص خلينا نبدأ البقرة بسورة البقرة بفيديو تاني أحسن. أنت هيك ممتازة يا أم نبيل استمري كثري سمع اسمعيني أيوة. شوفي إذا تعلمتي بس حرف أنا قلتها لكل الناس. أنا واحدة من الناس عندي ثقة إنه اللي عنده حرف أتقنوا لازم يروح يعلموا للناس. ما تستني لما يصير عندك قراءات. في ناس للأسف بكونوا ممتازين وعندهم القدرة على تعليم القرآن ومع ذلك بقولوا لا لسه بدري علي لازم أخذ قراءة كذا وقراءة كذا. ليه الواحد يتعلم حرف يروح يعلمه للناس؟ فما بالك انت عرفتي سورة كاملة سورة الفاتحة ما شاء الله ممتازة. امسكي الناس وعلميهم. لاني والله يا ام نبيل شفت فيديو عن ناس في مصر للأسف منطقة من مناطق مصر يعني انا استغربت كتير قلت لا اله الا الله كيف في ناس مش عارفين ان سورة الفاتحة مش عارفين انه في قرآن يعني اقرأوا الفاتحة مش عارفين يقرأوها. يمسكوهم في الطرقات يقولوا لهم اقرأوا سورة الفاتحة واللي يعني الشاطر والممتاز فيهم بقول الحمد لله رب العالمين. بس يعني معقول في أم الدنيا في بلد زي مصر فيها منطقة أو مناطق من هيك؟ لا إن شاء الله لا البشر خير بعمل الله هترد تاني زي ما كانت وأحسن كمان إن شاء الله ان شاء الله باذن الله. فانت علمي اللي بيعرفش سورة الفاتحة علمي لانك انت ممتازة 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 بارك الله فيك. الله يخليك. نبدا الفيديو. الله يخليك. انا واخده يقول بلغوا عني ولو آية. ايوه شفتي كيف بلغوا عني ولو آية. آية عرفتيها. أيوة. عرفتي آية مش بس سورة فما بالك بسورة الفاتحة أم الكتاب. الله يرضى عليك يا أم نبيل الله يرضى عليك. اللهم يلا أشد على إيدك وقولي يا رب استعيني بالله وتوكلي على الله. الفيديو الثاني بنبدأ بسورة البقرة ماشي؟ يلا ماشي ايوه ابدا. لا استني بس اقفل الفيديو هذا وابدا فيديو ثاني تمام. يلا سلام الى اللقاء.